السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نشتغل مع بعض. اسمك ايه الأول يا جميل؟ منا ومريم. منا ومريم. تمام، النهاردة هناخد أول ليسون في الألجبر، بس قبل ما ناخد أول ليسون محتاجين نراجع شوية حاجات كده عشان الدنيا تبقى ماشية معانا. تمام، أول حاجة هنراجع عليها solving عشان أعمل solving quadratic equation in one variable. عندي طريقتين، يا إما بحلها algebraically يا إما بحلها إيه graphically. إحنا أخدنا السنة اللي فاتت إنما إن هو ما بيديني equation من second degree، تمام، زي دي كده. اقدر ان انا احلها يا اما algebraically يا اما graphically. طيب لو احنا عايزين نحل حاجة زي كده algebraically، هي x power 2 minus x minus 12 equal 0. طبعا يا اما بحلها بالfactorization، تمام، يا اما بحلها بايه بالgeneral rule بتاعتي. طيب بالfactorization لازم اقعد اسال نفسي كده عشان اعرف انا هعمل لها فاكتورايزيشن ازاي. اول حاجه بفتح تو براكت واحط زيرو، هنا اكس وهنا اكس. دايما بيبقى المشكله في النمبرز اللي هنا. طبعا احنا ايه بنريح دماغنا وبنحلها بايه بكالكوليتر، بس لازم اعرف ان انا برضو احلها بدماغي عشان ممكن تقابلني في اي مساله او حاجه يكون عايز فيها ستيبس. او لو انا دلوقتي اشتغل وقال لي دلوقتي دي نيجاتيف 12، نيجاتيف 12 مادام ده نيجاتيف، تمام، يبقى انا هدور على two numbers ليهم حاجتين. التو نمبرز دول المالتيبلاينج بتاعهم ايكوال 12، والديفرنس بتاعهم مادام هنا في نيجاتيف يبقى الديفرنس، الديفرنس بتاعهم بكام؟ بالكوفيشنت اوف اكس. اشوف جنب الكوفيشنت اوف اكس كام؟ 1. يبقى لازم التو نمبرز دول الديفرنس بتوين ذيم هو 1. تعالوا كده نشوف ال 12 دي ايه ال 2 numbers اللي تديني 12. عندي 2 multiply 6 وعندي 3 multiply 4 وعندي 1 multiply 12. طب انا هاخد انهي واحدة من دول؟ هاخد حاجة منهم اللي ال 2 numbers فيها ال difference between them ب 1. هل ال 2 multiply 6 difference بينهم 1؟ ال 2 وال 6 لا، يبقى مش نافعة. طيب ال 3 وال 4 ده difference لو عملت لهم difference هيطلع لي ب 1. يبقى هي دي، يبقى هتبقى واحدة ب 4 وواحدة ب 3. طيب مين مادام هنا في negative وهنا negative يبقى فيها تبقى واحدة negative وواحدة positive. مين البوزيتيف ومين النيجاتيف؟ الكبيرة اللي هنا هي 4 بتاخد الساين بتاع الكوفيشنت اوف اكس، يبقى دي نيجاتيف هتبقى دي نيجاتيف، هنا بوزيتيف 3 يبقى واحدة بوزيتيف واحدة نيجاتيف. اعرف منين العلامات اللي موجودة عندي في البراكت؟ ان الكبيرة الرقم الكبير بياخد الساين بتاع الكوفيشنت اوف اكس. تمام، وبعدين هنكمل المسألة، هنقول ان الاكس بلس 4
3 equal 0 والx minus 4 equal 0. أجيب من هنا الx equal 4، تروح دي هناك بالبوزيتيف ودي هتروح بالنيجاتيف، وهنا الx equal negative 3. يبقى السوليوشن سيت بتاعي 4 ونيجاتيف 3. تمام 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 ناخد واحدة تانية. أما يقول لي x power 2 plus 2x plus 1 equal 0، نفس الفكرة. هنا أنا محتاجة 2 numbers، تمام؟ الأول أعمل 2 brackets بتوعي عشان ما انساش، هنا x وهنا x، تمام؟ دي x، هنا ال numbers اللي أنا هحطهم، محتاجة 2 numbers ال multiplication بتاعهم ب1 وإيه؟ وال summation بتاعهم، مادام هنا positive يبقى هدور على السم، السمشن بتاعهم بكام؟ ب2 اللي هو coefficient of x. طيب انا ما عنديش غير 1 multiply 1، لو جيت عملتهم سمشن ب2 يبقى هي دي، يبقى هنا 1 و1 ودي positive ودي positive، تمام؟ مادام دي positive ودي positive يبقى الاتنين positive، لو دي positive ودي negative يبقى دي نيجاتيف ودي نيجاتيف. ناخد واحدة فيهم ب x plus 1 equal 0، هتروح الناحية التانية بالنيجاتيف يبقى ال x equal negative 1. يبقى السوليوشن سيت دي أهم خطوة عندي لازم أكتبها، negative 1. لو قلت له إن ال x ب negative 1 وسكت من غير ما أكتب السوليوشن سيت ممكن أنقص في الدرجة بتاعتي. تعالوا يعني ناخد مسألة نحلها بالجنرال فورمولا. جنرال فورمولا بيقول لي x power 2 minus 2x minus 12 equal 0. المسألة دي بتتحل بالجنرال فورمولا. ايه هي الجنرال فورمولا؟ بيقول لي ان ال x equal negative b positive or negative the square root b power 2 minus 4ac over 2a. محتاجة كده أفتكر مين هي ال a ومين هي ال b ومين هي ال c. ال a اللي هي مين؟ حد فاكر؟ ال a 1 will be negative 2 c negative 12. negative 2 و c negative 12، برافو عليكي. اللي هي ال a اللي هي ال coefficient of x power 2، وال b اللي هي ال coefficient of x، وال c اللي هي ايه؟ ال absolute أو ال numbers، ال number اللي موجود عندي من غير x أو أي sim، تمام؟ هبتدي أعوض عنها. كان في حد بيقول حاجة؟ تقول لحضرتك تاني. تمام، نبتدي نعوض عنها. هنا هنقول ال x equal negative b، احنا قلنا ال b بكام؟ ب negative 2. أخلي بالي أهم جزء عندي أي مسألة في الدنيا، أهم جزء إيه هو؟ إن أنا أخلي بالي من الساين، خلي بالي من الساين، تمام؟ مش في الجنرال فورمولا بس، في أي مسألة خلي بالي مين نيجاتيف ومين بوزيتيف، وهل في تو ساينز جنب بعض هتتغير ولا لأ، لازم أخد بالي. يبقى هنا نيجاتيف، نيجاتيف تو بوزيتيف أو نيجاتيف السكوير روت النيجاتيف تو باور تو ماينس فور تايمز وان تايمز نيجاتيف 12 over 2 times 1، منها هطلع
إن الـ x واحدة فيهم ب 4.6 والـ x التانية equal negative 2.6. المسألة كده ما خلصتش، لازم أكتب أهم حاجة عندي الـ solution set، هي 4.6 negative 2.6. نبتدي بقى ايه نصعبها شوية كده مع بعض. بيقول لي ايه؟ بيقول لي if x equal 6، تمام، ومديني ال equation بتاعتي x power 2 plus 5x plus a equal 0. يقول لي find the value of a، عايز ال value بتاعت ال a. تعرفوا تحلوا حاجة زي كده؟ فكرتها ايه؟ أحط ال 6 في مكان ال x. برافو عليكي، يبقى أنا هحط كل اكس هحط مكانها 6، تمام؟ ساعتها هتحقق لي معادلة إن لازم الناتج الأخير يبقى زيرو، ساعتها هعرف أجيب إيه قيمة الـ a. تعالي كده يلا، يبقى 6 power 2 plus 5 times 6 plus a equal 0. دي 36 plus 30 plus a equal 0. هنا دي 66 plus a equal 0. أودي 66 الناحية التانية هتبقى بالنيجاتيف، يبقى ال a equal negative 66. تمام. ناخد الطريقة التانية بعد كده. احنا حلينا كده ايه algebraically، قلنا ليها طريقة تانية اللي هي ايه graphically. ايه هي الجرافيكلي؟ هو بيديني مثلا مسألة زي دي، بيقول لي find in R the solution set of the equation x power 2 minus 2x minus 3 equal 0 using the interval negative 2 و 4. هو هنا في المسألة دي مسهلها لي خالص، ان هو مديني ايه ال interval اللي هي القيم اللي انا هبتدي اعوض فيها في ال equation بتاعتي، عشان اقدر اول حاجة بعملها ان انا ارسم ال graph بتاعي، تمام، ال curve بتاعي. تاني حاجة بشوف ال points اللي حصل لها intersection مع ال x axis، هي دي ايه؟ هي دي solution عشان اعرف ارسم ال graph بتاعي. محتاج احدد ال points اللي انا هشتغل عليه. اجي ارسم الاول، هقول له assume، افرض، هيفرض ايه؟ ان ال y equal x power 2 minus 2x minus 3. يبقى أنا عملت إيه؟ أنا شلت الزيرو ده كأنه مش موجود وخليته إن هو equal لل y، تمام؟ طيب بعد كده هقوم جاية كده عاملة table ده فيه إيه؟ فيه القيم بتاعة ال x اللي هو مديهالي، هي negative 2 negative 1 0 1 2 3 and 4 كده كده. ابتدي اعوض عن كل اكس قيمة من القيم اللي هو مديها لي دي. يلا مين عوضي معايا كده، مرة يا مريم ومرة منا، صح كده؟ اي طيب عوضي مثلا معايا ان الاكس بزيرو، يبقى الواي هتبقى بكام؟ ال x بزيرو يبقى ال y هيبقى بنيجاتيف 3. تمام. طيب منا
لما الاكس ب1. يبقى الواي بنيجاتيف 1. يبقى ال1 بنيجاتيف 1. متأكدة منها؟ تعالي كده نحلها مع بعض. الواي 1 باور 2 ماينس 2 ملتبلاي 1 ماينس 3. هنا يبقى 1 ماينس 2 ماينس 3، يعني الناتج هيطلع كام؟ دول مع بعض كام؟ 1 ماينس نيجاتيف 1 نيجاتيف 5 نيجاتيف 5، يبقى 1 ماينس 5 يعني نيجاتيف 4 نيجاتيف 4، يبقى دي نيجاتيف 4. تمام؟ طيب لو هي بنيجاتيف 1 نيجاتيف 4، لما الاكس نيجاتيف 1، لما الاكس ايكوال نيجاتيف 1، يبقى نيجاتيف 1 باور 2 ماينس 2 تايمز نيجاتيف 1 ماينس 3. لو عملت الناتج بالكالكوليتر هيطلع بزيرو، هنا دي بزيرو. عملت الناتج اما اعوض بالاكس نيجاتيف 2 هيطلع الناتج ب5. الناحية التانية هلاقي مع ال2 نيجاتيف 3، مع 3 0، مع 4 5. طبعا الحاجات دي انتوا بتعملوها بالكالكوليتر، تعرفوا تعملوها بالكالكوليتر ولا لا؟ أبراس. طيب تمام، هنا 1 2 3 4 5 6 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 1 2 3 4 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. أما الـ x كان بـ negative 2 الـ y بـ 5، يبقى negative 2 و 5 negative 1 و 0، يبقى negative 1 و 0 الـ 0 و negative 3، أدي 0 وأنزل للـ negative 3 1 و negative 4، أدي 1 وأدي كده كده كده. أنا رسمت الكيرف بتاعي، يبقى الخطوات كده تاني واحدة واحدة اللي احنا عملناها. أول حاجة عملناها ايه؟ شلنا الزيرو وقلنا له أسيوم إن الواي إيكوال الإيكويشن بتاعتي. تاني حاجة رسمت التيبل وحطيت النمبرز اللي فيه، بعد كده عوضت عن كل إكس بكل نمبر عشان أجيب الواي بكام. رسمت الكيرف بتاعي، فاضل لي مين؟ فاضل لي أجيب السوليوشن set، فاضل لي اجيب السوليوشن set s s equal. احنا قلنا السوليوشن set ايه؟ هو عبارة عن البوينتس اللي الكيرف عندي بيعمل لها intersection مع الاكس اكسس، اشوف الاكس اكسس معاه في انهي بوينت. ادي بوينت الاول 3 ونيجاتيف 1، برافو عليكي، يبقى 3 ونيجاتيف 1. يبقى دي كده المسألة بتاعتي حل. طيب نفرض إن هو إداني مسألة زي دي 4x power 2 minus 4x minus 5 equals 0، هو بيقول لي برضه عايز السوليوشن سيت جرافيكلي، بس المرة دي مش مديني الانترفال، مش مديني الانترفال بتاعي. طيب أنا هعمل إيه؟ في رول كده احنا اخدناها بيقول لي عشان اجيب the vertex point of the curve اللي هي مين؟ اللي هي البوينت دي، دي اهم بوينت عندي عشان اجيبها ليها رول معين negative b over 2a. يبقى the vertex point الرول دي لازم احفظها، تمام؟
يبقى negative b over 2a. ال b احنا قلنا بكام؟ مين يمليني؟ 4 ب 4 ولا negative 4؟ negative 4 negative 4 تمام. وال a؟ 4 ب 4 equal. طلعوا لي الناتج يلا. النيجاتيف اللي جنب بعض تبقى بوزيتيف، تبقى 4 over 8، تبقى 4 over 8 يعني equal كام؟ equal 2 over 4. تبقى ايه؟ 2 over 4 وبعد كده half، هتبقى half. تمام برافو عليك. يبقى كده انا جبت البوينت عندي، جبت اول بوينت عندي. طيب انا دايما لازم يبقى عندي ordered pair، ال x وال y فين ال y بتاعتها؟ دي ال x، انا كده جبت ال x. اجيب ال y ازاي؟ اجي في الايكويشن اللي عندي دي اقول له assume ان ال y equal 4 x power 2 minus 4 x minus 5. احط عندي، اشيل كل x واحط مكانها ايه؟ ال 1 over 2. يبقى ال y equal 4 multiply 1 over 2 all power 2 negative 4 multiply 1 over 2 minus 5. ها طلعوا لي الناتج يلا. حلو معايا 4 multiply 1 over 4، يبقى 4 multiply 1 over 4 minus minus 2 minus 2 جميل minus 5. هنا دي هتبقى 1، تبقى 1 minus 2 minus 6، يبقى الناتج الأخير بكام؟ يرجع 5. تمام دي 4 و 4 يبقى هيتبقى عندي هنا 1 minus 1 negative 1، تبقى 1 minus 2 minus 5، تبقى 1 minus 2 minus 5، يعني النتيجة الأخير نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 6، نيجاتيف 2 مع نيجاتيف 5 دول مع بعض بنيجاتيف 7، وفي هنا 1 بالبوزيتيف، بوزيتيف 1 minus 7 يبقى minus كام؟ 6. يبقى البوينت عندي اللي أنا جبتها اللي هي 1 over 2 ونيجاتيف 6 دي اللي هي مين؟ دي الفيرتكس بوينت اوف ذا كيرف. يبقى انا كده لو انا رسمت الكيرف كده كروكي انا جبت البوينت دي. فاضل لي ايه عشان ارسم الكيرف؟ اجيب مثلا 2 بوينتس على اليمين و2 بوينتس على الشمال عشان اعرف ارسم الكيرف. طيب عشان اعمل كده احنا جبنا 1 over 2 و negative over 6، هنرسم تيبل صغير أحط في النص البوينت اللي أنا جبتها اللي هي 1 over 2 و negative 6، وبعدين أخد 2 numbers على اليمين و 2 numbers على الشمال، مش هتفرق هما إيه تمام. هاخد هنا 0 و negative 1 وهنا 1 و 2. أنا عندي الإيكويشن بتاعتي كانت كام؟ كانت 4 x power 2 minus 4 x minus 5 equal 0 تمام؟ هعوض مرة عن الـ x بـ 0، أدي 0، قلنا الـ y equal 4 x power 2 minus 4 x minus 5. مش احنا قلنا في الأول هنشيل الزيرو دي ونقول إن الـ y هي الـ equal equation عشان نجيب القيم بتاعتها؟ واحنا مش جبنا منين الجدول؟ احنا اللي عملناه. بص احنا مش جبنا الـ vertex point ولا لأ؟ أي تمام لغاية كده فاهمة معايا ولا في مشكلة؟ أيوة أنا فاهمة. تمام احنا جبنا الـ vertex point، احنا قلنا لو رسمنا رسمة كروكي كده احنا جبنا النقطة دي. محتاجة أنا عشان أرسم الرسمة أجيب 2 points كده
واجيب 2 بوينتس الناحية التانية. فانا عملت ايه؟ قلت الايكويشن بتاعتي ال y equal 4 x power 2 minus 4x minus 5. ادي الايكويشن بتاعتي. قلت هعمل ايه؟ هرسم تيبل انا اللي برسمه بقى، وانا احط القيم بتاعتي فيه براحتي، هو مش هيقول لي اي حاجه، هو محدد ليش اي قيم معينه، تمام. وقلت هاجي في النص هحط الفيرتكس بوينت بتاعتي اللي هي 1 over 2 والنيجاتيف 6. خلاص قلت هاخد اي 2 نمبرز قبليها واي 2 نمبرز بعديها. انا عندي هنا 1 over 2 يبقى بعديها مثلا 1 و2، وعلى الشمال بتاعها هيبقى مثلا 0 و1. انا اللي بكتب الارقام دي، هو مش محدد لي ارقام معينه. تمام. ابتدي اعوض بكل اكس مثلا مره ب1 مره ب2 مره ب0 مره ب1، واطلع القيم بتاعتي. تطلع هنا نيجاتيف 5 و3، وهنا برضو نيجاتيف 5 و3. نرسمها كده. ادي 1 2 3 4، هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 1 2 3 4 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5. وبعدين نيجي عند الهاف نيجاتيف 6، الهاف ونيجاتيف 6. نقول هنا مثلا هنا نيجاتيف 6، ادي كده الفيرتكس بوينت عندي، وبعدين 1 ونيجاتيف 5. one ونيجاتيف 5 وزيرو نيجاتيف 5، وبعدين 2 و3، 2 مع 3 ونيجاتيف 1 مع 3، دي نيجاتيف 1. وبعدين بعد كده ارسم الكيرف بتاعي. ادي كيرف، ادي كده، دي اسمها ايه؟ الفيرتكس بوينت اللي انا جبتها الاولانيه بالرول اللي احنا اخدناه. طيب بعد كده اشوف البوينتس اللي حصل لها انترسكشن مع الاكس اكسس عشان اجيب مين السوليوشن سيت بتاعي. لو انا راسم او رسمه الكيرف بالظبط هتطلع لي مظبوطه، هيطلع 1.7 ونيجاتيف 0.7، تمام؟ مفهوم لغاية كده؟ تمام. طيب آخر حتة هناخدها في الريفيجن بتاعتنا النهاردة، أنا عندي الشكل بتاع الكيرف ليه 3 cases. دي إيه 3 cases؟ إيه هما 3 cases للشكل بتاع الكيرف؟ أول كيس عندي بالشكل ده، الشكل ده ماله؟ بيقول لي ان حصل the curve intersects ال x axis in two points. يبقى الكيرف عندي في الكيس الأولانية رقم 1 عمل إيه؟ عمل intersection مع الـ x axis في 2 points. طيب الكيس الثانية number 2، أما هيحصل إيه؟ هلاقي إن الكيرف بيعمل touching بس للـ x axis. يعني إيه touching؟ يعني في نقطة واحدة بس هي اللي هتلمس ال x axis. يبقى number 2 the curve touch ال x axis in one point.
يبقى السوليوشن سيت عندي هنا هيبقى مجرد النقطة دي. هنا السوليوشن سيت عندي نقطتين. طيب الكيس نمبر 3 بقى والأخيرة، تمام، لو لقيتها بالشكل ده، طب لو لقيتها بالشكل ده تقدروا تقولوا لي السوليوشن سيت هنا هيبقى ايه؟ باي. فاي. جميل. ليه فاي؟ عشان ما حصلش اي انترسكشن مع الاكس اكسس، ما حصلش اي انترسكشن مع الاكس اكسس. يبقى كيس نمبر 3 the curve doesn't intersect الاكس اكسس، تمام. يبقى دي 3 cases بتوع الكيرفات، تمام كده. الدرس ده مهم جدا، كان لازم ناخده قبل ما نشرح اي حاجه. ان شاء الله من المره الجايه هنبتدي نشرح في المنهج بتاعنا. في اي حاجه مش مفهومه؟ لا تمام. تمام، شكرا جدا ليكم. ان شاء الله باذن الله بعد كده ما نتابع مع بعض الهوم ورك يتحل اول باول، اما هيبقى فيه هوم ورك من المره الجايه ان شاء الله، وكمان يتبعت لي قبل الحصة عشان ما ياخدش من الحصة بتاعتنا أي وقت. تمام؟ تمام. تمام، شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام.